السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وليلة سعيدة على الجميع يا رب. سائل يسأل يقول: لماذا لما أصاب بالوسواس ويجيني كذا الضغط النفسي والهم أشعر أني منقطع عن العالم، أشعر أني ماني قادر أتحكم في عقلي، إن صح التعبير أنا ماني موجود، أنا أحس كذا أني أنا في منطقة صعبة، الناس عايشين جنبي يمشوا بس أنا ماني فيه. هذه الحالة تسمى في بعض الحالات الطبية المتطورة اختلال الآنية، يعني انت تحس انه اختل عندك التفكير وانشل التفكير. طيب ايش يسوي وايش سبب هذا الامر؟ سببه التوتر، طبعا التوتر العالي يسبب لك مثل هذه الامور، الاختلال، او حتى يعني تشعر انك ما انت قادر تفكر فعلا، اللي هو في انقطاع مو طبيعي. طبعا التوتر هو اللي يسبب هذا الكلام كله، لان التوتر يؤثر على الاعصاب، يصبح الانسان يعني غير مركز، حتى يسموها الناقلات العصبيه للافكار وكذا يصير فيها تاخر، طبعا جزء من الالف الثانيه يعني، لكنه في تاخر عن الجانب الطبيعي، فتشعر انت كذا خارج السرب قاعد تغرد. يعني بالضبط مثل لو جاك خبر فلان قالوا فلان بين الحياه والموت صار عليه حادث، وانت جالس، الله يعني يحفظنا وياكم ومن نحب، وجالس برا تنتظر خبره في العملية، لو جيت قلت لك احفظ بالله ترى انا رقم المعاملة 63، لو اكرر لك 63 هذه الى الفجر ما راح تحفظها، لانه عندك توتر مرة عالي. لكن لو جيتك بعد ما تروق وقابلت الرجال وانه طيب واعطيتك رقمي قلت احفظه، من مرة واحدة ممكن تحفظه، لانه خلاص راح التوتر وراح الضغط. التوتر يسبب مثل هذه الحالة الصعبة في عدم. طيب السؤال، لو وقعت في مثل هذه الحالة كيف أخرج منها؟ شوف، يعني أول شيء مثل بعض التمارين اللي فيها يسمونها ريلاكسينج، اللي فيها النفس، تأخذ نفس عميق تروق. أنا أنصح بالنسبة للخروج من مثل هذه الحالة المشي والانشغال، روح امشي كذا تريض، وكرر بعض الكلمات المهدئة مثل ذكر الله عز وجل، مثل يعني بعض الكلمات اللي تشغلك، مثلا اتصل بالهاتف على واحد وسولف معه حتى تهدأ نفسك. إذا هدأت ستعود بإذن الله عز وجل أمورك طيبة، لأنه المشكلة عندك أنت ترى في التوتر، إذا عالجت التوتر في هذه الحالة بتزين أمورك بإذن الله عز وجل. والله يحفظنا وإياكم من كل سوء يا رب.